ياسين عنده العديان ولا لا؟ شو راح اقول لك، كل فنان عنده زعما اللي يحبه، عنده العديان، وبالعديان نحن اللي زعما شونتير ولا اي في اي دومين، اي فنان عنده عديان، لو ما يكونش العديان الفنان مش راح يوصل، الفنان مش ناجح. نقولوا اعداء النجاح ربي يخليهم. ياسين من غير الغناء يعني وش يدير في حياته؟ بون، عندي كوسميتيك، راه نفوت وقتي من يكون ما عندي والو، ثم الحانوت راني مريح، نشوف الناس كاين اللي يجيو يشوفوني تماك، كاين اللي نتلاقى بهم، وهذه ديما هكذا. ولو كان ما كانش ياسين مغني وش يكون؟ ما واش راه كيكون نورمال، عامل عامل يخدم على الدار، يكون يخمم على صلاته، على وين يروح، واش راه يدير في حياته هذه.